هل أصبح السلام في اليمن ممكناً؟ وزير الخارجية الأمريكية يجيب بنعم. فمحادثات السويد بنظر مايك بومبيو خطوة أولى نحو ذلك السلام، وهي أيضاً خطة هائلة لصالح الشعب اليمني بوصف سفير السويد لدى الأمم المتحدة وولف سكوغ. لكن الأطراف اليمنية تبدو قلقة وحذرة، فالشرعية تضع الاتفاقات التي تمت بالسويد في دائرة التفاهمات الافتراضية، والتي تجعل قرار الحكومة بالذهاب إلى جولة مشاورات قادمة مرتبطاً بتنفيذ طرف ميليشيا الحوثي ببنود اتفاقات السويد. أنه لا ينبغي لنا التفكير في الذهاب إلى جولة قادمة إن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الجولة. كان وفداء الشرعية والانقلاب قد أنهيا مشاورات السويد بتصافح سياسي بعد التوصل لاتفاق يخص التهدئة في الحديدة ومعالجة التوتر بتعز وتبادل الأسرى والمعتقلين. يقضي اتفاق الحديدة بانسحاب قوات الطرفين من المدينة وضمان وصول المساعدات عبر مينائها، ثم إعادة انتشار مشترك إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ودور قيادي تقوم به الأمم المتحدة على موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، تشرف فيه على عمليات التفتيش وإزالة الألغام وتعزيز دور قوات الأمن المحلية. فيما يبدو فإن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق تفاهمات حول الحديدة، لكن تطبيق تلك التفاهمات هو الاختبار الحقيقي لها. فمراقبة ميناء الحديدة يحتاج وفق مسؤول أممي إلى تفويض من مجلس الأمن في الوقت الذي اقترحت فيه بريطانيا مراقبة تنفيذ الاتفاق عبر طائرات بدون طيار. ما أنجز في السويد شيء إيجابي بنظر ميليشيا الحوثي، لكن تنفيذها له أمر مشكك فيه من قبل الحكومة، بينما يرى مراقبون بأن تحويل نتائج السويد إلى إنجازات عملية مرهون بالضغوطات الدولية.